الشك في الحياة الزوجية إذا كان غير مبني على وقائع وغير مبني على مؤيدات يكون شك قاتل يؤدي بالضرورة إلى انهيار العلاقة الزوجية. ومسألة الشك بين الأزواج قد تقوي العلاقة بيناتهم وقد تدمر هذه العلاقة. الليلة في سياق هذا الموضوع نستقبله مع بعضنا سي الجيلاني. هاي جيلاني، أهلا وسهلا. مرحبا بك جاري الجيلاني. سعادة تفضل. مرحبا بك. مرحبا تفضل. هاي جيلاني. السلام عليكم. مرحبا بك. أبي تكفر سعادة. أيوة سيدي. لا يا سي جيلاني وين فاعك عجبتك هاي البلاصة هاي؟ عجبتك بتلطر تجاب لهون تجاب لهون عجبتك يا غادي؟ والله ايش اقول لك يعني الراف اللي واحد حبيت تخاطبه. مرحبا بك سي جيلاني، منين جيتنا سيدي؟ من مسير. قداش عمرك؟ عمري 35 سنة. حتى نتعرفوا سيدي على حكايتك أكثر مباشرة تشاهد معايا هذا التقرير. طب يحضر معنا الليلة سي جيلاني اللي تبدلت معاه مرته في ليلة ونهار. سي جيلاني يقول إنه مرته تغادر ديما محل الزوجية بدون إذنه، الشيء اللي خلاه يشك فيها وفي إنها تخون فيه. والليلة جي سي جيلاني اللي عندي ما نقولك مستدعي مرته مدام حميدة، يحب يقنعها ترجع لدارها وتبدأ صفحة جديدة معاه. أيوة سي جيلاني، وين تعرفت عليها سيدي؟ تعرفت عليها في سالون دي تي. أنا نخدم في سالون دي تي. اش تخدم؟ نخدم سيرفر. تي لاهي بالخدمة ولا؟ والله مش كيستيون لاهي بالخدمة على خاطركش هذا مكتوب. جات قاعدة غادي تشرف في كاستي؟ قعدتي وصحابها تعرفت عليها بحكم أنها صاحبتها باش تخدم عرس في جمال. إي؟ احنا ما نخدموا في العروسات في الصيف. سربيو في العروسات. فوالا ناخذ عروسات ونسربيو. كانت العملية كيك. إي؟ خذات هي نمرويا من عند صاحبتها. كيفاش بدا هكاك وحده وحده خذيت نمرو؟ حطوك كيف جيت تقول لك خذيت نمروك. علاش؟ على اساس حبيت نتعرف عليه. تعرفنا على بعض؟ لا انت بعثت لها نمروك. لا انا عطيت نمرويا لصاحبتها. تي بحكم ان انا على اساس باش نخدم العرس. انت قصدي شكون بدا البدايه الضربه الاولى، شكون انت ولا هي؟ والله البدايه هي شو نقول لك، ما عنديش بها حتى غايه. خزرت لها، خزرت لي كل انسان عجبتني ما يعني. فوالا حكي يعني لصاحبتها يعني. انا صاحبتها ما نعرفهاش راه. اي على اساس استدعتني باش نخدم العرس سيتو. المهم عطيتها النوم. فوالا عطيت لصاحبتها، كلمتني هي بنمروها، كان عندها نميرو 22. اي تواصلت علاقه كيكه، كلمتني قلت لها شكون معايا؟ قالت لي راني فلانه الفلاني. اوهو اللي في القهوه تقابلنا واللي قالت لي انا راني جيناك، احنا ثلاثه بنات اللي من جمال كذا كذا كذا. قلت لها راني عرفت. قلت لها شنو المطلوب مني انت تو مادامازيل؟ قالت لي ما تنساش نتعرف عليك. قلت لها ما تنساش، انا بيجي من نحب نتعرف وامنيتي نلقى بنيه بنت حلال. كيفاش لي؟ علاش لا؟ من الباب الكبير. اي مش مشبيك. فوالا لا بالتليفون تكلم خذي يعني كلمتها حكيت معها قلت لها ماذا بيك تنجم تجيني للمسير ونحكيو القعده الاولى والقعده الثانيه، تكلم امك وابوك واهليك. بعد انت تمشي لها كيفاش تجيك هي؟ ما هو المرة الأولى باش نتعرف عليها أنا شنو حياتي، هي شنو حياتها، شنو عندها، شنو ما عندهاش. كانت العملية كيكة سي عادل. باهي تعرفتوا على بعضكم؟ تعرفنا على بعضنا. عجبتك؟ عجبتني، حكينا مع بعضنا، كانت تواصلت العملية. قلت لها بنت الناس أنا راني باش نجيك من الباب الكبير، نجم تقول لأمك وأهلك ومالك راني نحب نجي نخطبك. باهي كلمت أمها وكلمت دارها، مخطبتها على عين الناس الكل. ملكت وركحت أموري من لا جوسكا زيد، ما خليتها نصحت في حد شيء. بدات فما شويه مشاكل في التليفون. انا تليفون التليفون نتاعها هي. شبيه كيف هذايا في البريود اللي احنا مالكين فيه. مالكين مخطوبين معنا. واحد هي نطلبها على 10 ونص 11 نلقاها اوكيبي. ديما اوكيبي اون اتونت. اوكيبي اون اتونت. قلت لها شنو هي الحكايه؟ قلت لها شنو هي الحكايه؟ هي اش قالت لك؟ قالت لي راهم صحابي. هي بالك صاحباتها؟ باهي ماهمش صاحباتها، انا حبيت تاكدت من المعلومه صحيحه. لقاها عندها علاقه اخرى. وانتم مالكين؟ وحنا مالكين بشخص اخر. وتاكدت من هذا انت؟ تاكدت من هذا والناس الكل على بالها. انا جاني انا راني نقدم 10 ملايين تونس. انا باش نحب نرجع مرتي راني مش. انت راك وانت قاعد هنا قاعد تحكي على مرتك اللي هي مازالت مرتك. مازالت مرتي. باهي عندها علاقه مع، كيفاش عرفت اللي هي عندها علاقه مع شخص اخر وانت مالك بها؟ عرفت العلاقه على خاطرك هي كل اللي بدات تجبد في روحها، حسيتها بدات تجبد في روحها مني انا. كيفاش؟ سبب العركة على عجال التليفون. قلت لها هكا وهكا وهكا تليفون كل ليلة. قلت لها كل ما نطلبك اعطيني كذا تقول لي صاحبتي، تقول لي كذا. يا سيدي صاحبتك 11 نصف الليل مدي ساعة. انت تطلب تسأل ولا نص تتبع فيها؟ انا نسأله برد.
اسالوا بقى. صدقني اسالوا. لا لا فقط حبيت نعرف معناتها علاش سالتك السؤال هذايا باش نعرف اسكو دخلك الشك في مخك الى درجه انك تطلبها في الليل الماخر تحب تثبت قاعده تتكلم ولا ما تتكلمش. اما راهو فما ديزوبيراتور نتاع تليفونات معناتها قلت لي تطلب راهو مش بشرط يطلع لك اون اتون. بالطبيعه انا كي نطلب قلت لك 11 ونص نص في الليل ماضي ساعه ديما اون اتون ديما اوكي. وتنجم تعمل تليفون واحد اخر وانت ما في بالكش بيه. نجم يكون لكن انا مانيش شاكك فيها. الشك هذا نحيته. هو هذا هو اللي حبيت نوصل. الشك ناحيته اكوتي هذا اللي حبيت نوصل. كلمتها قلت لها يا حميده تعمل مزيه تكلمني صرحني شنو عندك في مخك. قل لي اي قل لي خليني انا نحي الشك من برشا حوايج. لقيت فعلا عندها علاقه بشخص. كيفاش عرفت؟ عرفت بالنيميرو اللي كلم فيها هو في الليل. كيفاش عرفت النوم؟ اخذت النيميرو عطاته لها على اساس اختها. طلعت وحكيت معاه. حكيت معاه حكيت معاه قال لي جيلاني راه تصور فيها وفيها وفيها. تعرفه انت طلعت؟ طلعت نعرفه ومنعرفه يعني كرجل كبير يعني معرس بصغاره. اش قال لك؟ قال لي خويا انا راني هكا وهكا وهكا الحل والرابط راه مش فيجي مرتك هي اللي يعني خطيبتك هي اللي سبب. هي اللي اه وعلى فكره سي علاء انا خذيتها راه كاتبه صداق ومطلقه من قبل راه. اه هي كانت معرسه. كانت معرسه كاتبه صداق برك لا. مش معرسه. اه كاتبه صداق. كاتبه صداق. وعلاش طلقت؟ الله اعلم. عاد مرتك كنت تعرف. ما حبيتش ندخل في الامور هذيك. ما عليناش. لا ما احنا انسى الماضي ونبني توحياتنا صفحه من جديد. مش مشكله هي ومن بعد. من بعد قلت لك العلاقه طولت بشوي بشوي على جال حكايه التليفون. خرجت على روحي قلت لها بنت الناس انا راني مش تاع الشيء هذا. انا راني زوالي نخدم على روحي تيم. فلذا راني مش تاع الشيء هذا. بي؟ من الباب الكبير. اش قالت لك؟ قالت لي اوكي. بعدنا على بعضنا بريود كي نقول لك عام كيك عام ونص. ما قعدتش تتبع في اخبارها؟ لا شيء. ما فسختوش الخطوبه ولا قعدتوا مخطوبين؟ بالطبيعه انا خرجت على روحي هي مشات على روحها الخطبه توفات. اه وفات. اتفقتوا العائلات الزوزه لا الخطبه وفات. السيده هي اللي هي عامله معها علاقه مع راسه كل شيء. برمجوا هما ركحوا امورهم مش يحب يعرس بها. بحكم انه هو ماهوش مطلق. عنده اولاد والله مصلي على النبي قديا. جاتني في اخر اللحظات اللي هو لو 18 جوي في الشهر اللي فات نتاع 2012. قالت لي جيلاني انا راهي علاقتي انتهت مع الشخص هذاك وراني توا باش نبني حياتي معاك ونعرس. وانت قبلت؟ بالطبيعه قبلت بحكم انا نحب. اه انت تحبها؟ فوالا انا نحبها لكن ما حبيتش نطول عليها ما حبيتش ما حبيتش يعني ياك المشاكل وكل حكايات الفارغ. قعدت نحبها نخدم على روحي نكون في روحي بشوي بشوي. قلت لي جيلاني راه في الدات لو 18 جويي اللي عملتها انا قبل راني باش نعرس بها في السنه في الصيف هذا. ما حسيتش روحك هكا رود سكور يا رجل؟ والله ايش نقول لك 10 5 معناتها لا 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 ما خططتش مع الراجل. لا سي علاء نرجع للاولاني. نو سي علاء لا نحكي لك خاطرش انا حبيتها بكل صراحه. قلت لها حميده عمري 35 سنه انا ما ناديتش كلمه امه اليوم. قلت لها تعوض لي امي تعوض لي اختي وتعوض لي دنيا ما فيها. قالت لي اوكي. به عرستوا؟ عرسنا 7 شهور اللهم صل على النبي. لاباس كل شيء مريقل؟ مريقل امورنا 5 5. خرجت تخدم في صالون دو كوافير ما عجبتهاش الخدمه قالت لي رايت الخدمه ياسر عليا حاول كيفاش تاخذ قرض من عند عرفك ولا تشوف لنا شويه فلوس وتعطينا تحل لنا صاله في الدار. كانت العمليه كيك حليت لها مشيت تسلفت 3 ملايين و800. حليت لها صالون دو كوافير في داري في الدار باه ماذا من واحد. جات مره بعد ما حليت لها صالون دو كوافير قالت لي فما سيمينار مش نمشي للسيمينار باش ناخذ الشهاده الكفاءه المهنيه. قلت لها على عيني وراسي انا نخدم اموركم مريقله امورنا 5 5. من بعد السيمينار تبدلت. كيفاش تبدلت كومبليتمون؟ مشات على اساس مشات على اساس على 3 ايام يا اخي. قعدت 7 ايام. قالت لك راه باش نزيد؟ قالت لي باش نزيد لكن في الرابع ايام نتاع السيمينار تليفونها قالت لي راه طاح وتسكر ولا تكسر ما نعرفش. وين مشات؟ تطلب فيه بتليفون اخر منين نعرف عليها انا؟ تطلب فيك في تليفون اخر؟ تطلب فيه بنمرو اخر. ما زميلتها ولا شكون؟ تعرفت على واحده هذا كيفاش وصلت له انت بعد؟ من بعد كي روحت قالت لي راني تعرفت في السيمينار على باش تاخذ ريجيستر يعني شهاده الكفاءه المهنيه باش تاخذ قرض تعاون روحها وتحل كيما نقولوا في العمران على الطريق. والله قلت لها ما تسالش انا معاك بنيتي صافي بقلب ورب. صحيح تعرفت هي قالت اي هو انا هذه ساعه صاحبتها راني ما نعرفهاش. ومن بعد؟ من بعد كل مره وليت تخرج وتدخل وين تمشي تقول لي ماشي لوحدها صاحبتي. باذنك ولا مش باذنك؟ لا باذني. باذنك تقول لي راني ماشي صدق انت تقول لها باش نصدق باهي قلت لها على اساس مرتك فوالا قلت لها
هات المرأة هذه استدعاها خلينا نعرفوها ونتعرفوا عليها وعلاقة يعني تولي فاميليات مع بعضها. قلت لي هذه أموري وما يهمكش فيها. إيش قلت لها أنت وقتها؟ شنو نقول لها؟ قلت لها كيفاش تقول لي أمورك وما يهمكش فيك اللي أنا راجلك وذول لي من حقي باش نسأل على مرتي وين تمشي وين تبات وين كذا. باهي من الفازة هذيك متاع المرة الأولى هزت لي دبش خلات لي دار سقف وقع. لا لا ما استنى استنى، أنت شكيت فيها ولا ما شكيتش؟ بحكم أنها خبت عليا وليت نشك فيها. وليت تشك. هزين الدبش كيفاش جا واحد واحد وهكاكا؟ هي كي مشات قعدت 21 يوم بموافقتك ولا مش بموافقتك؟ في المرة الثانية مشات وحدها يعني من بموافقتك ولا مش بموافقتك؟ ليه عاد كيكا أنا واحد من الناس وقت اللي قلت لها يودي هذه برتك نعرف شي علي. أنت موافق على الشيء هذا ولا ما تشوفش؟ موافق على أساس على نهار باش تمشي وترجع. قعدت فاتت نهارين وعملت 21 يوم. باهي. أنت شو عملت؟ شنو عندي مالتي حتى هزت لي دبش وخلت لي دار يسقف وقع. هزت لك الحوايج هزت ما خلت حتى شيء راقد على العزليز. وين مشات؟ مشات. قلت له اللي يمشي غضبان يمشي بحذا دار امه وبحذا خالته وبحذا عمته. فاش اكتشفت غادي شفم؟ اكتشفت اللي كون فما واحد قال لي انا فلان فلاني اسمي ولا شنو. كيفاش اكتشفت؟ هي قالت. اي قالت لك ايه؟ قالت لي راني انا في الحفظ والامان وبحذا صاحبتي اللي مشات معها في السيمينار. اي وهي بحذا صاحبتها؟ الله اعلم انا ما عادتهاليش. باهي علاش مشات للدار هذيا دار عاد اسالها هي انا منين نعرف. لا انا نحب نشوف انت سالتهاش. سالتها. اش قالت لك؟ قالت لي ذيك اموري. امور ديما شاده كان في اموري ديما شاده في الكلمه هذه. هذه حياتي وانا حره فيها. قلت لها راك مرت راجل انت. قلت لها راك مرت راجل وطلقتني من الاول. عملت لي طلاق بالانشاء. طلقتك انشاء من الاول. عملت طلق انشاء. في 21 يوم اللي صاروا هو اللي هزها وطلعت لي كل شيء. وعليه هز فيها؟ مني نعرف عليه. وقت اللي انا طلعت عاد المنفذ باش نجيب انا دبشي ونرجعها ورجعنا ولا بس طلع لي هو مشى هزها للمحل الاستاذ هذا في عليه هو شجعها. بالك هزها وبرا قتلوا نحب نطلق. قالها برا طلق شجع حكاك من لا شيء. نسأل فيك. اي يعني نسأل فيك على مرتك انا مش على حد اخر. لا سعادة هو سبب المشكله هذه هي انا نحب نعرف مرتي وين قاعده تمشي. انت ملتو ما تعرفش هذه صح وزدت عملت يعني للي جيت لعمليه الاختبار في الكاستينج ما تعرفش فيه ما نعرفش لهذه ساعه هي وين. ايوه وانا اليوم ما جاي على اساس باش نرجع مرتي. اخي مش قلت طلقتك طلاق انشاء سامحني؟ ما تصلحنا. بشوي ما كيا جيلاني. لا عندي سيد عوات عندي كل شيء راه سي علي. استنى خاطر انت تخبي عليا سكي باري. لا ما خبيتش عليك شيء. هاك ما قلتليش من قبيله رجعت انا كنت باش نسكر معاك الحكايه على اساس انك ما تعرف حتى شيء على مرة. طلقتني المره الاولى انت. كيفاش بعد ما تمشي 21 يوم ترجع لها؟ رجعها لي هو. طلقتني مره اخرى المره الثانيه بالانشاء. رجعها لك؟ ايه. جا هو مرته صغار ولا ما جاش؟ لا هو لا مرته ولا صغار. جا هو وياه؟ جا هو وياه وجايب لي كاميون ترونسبورتير فيه دبش وقال لي هوني مرتك. بعد 21 يوم. سالتوش وسالتهاش؟ مش نسال. قال لي انا ابو صغار وعندي مرتي وعندي صغاري. يا خويا قلت له هي عايشه بعدين اضيفها بعدين. لا قال لي ما نجيش ما نجيبش مرتي وما نجيبش صغاري. واش حكيت معاه انت؟ قلت لها علاش مشيت؟ قلت لهاش علاش مشيت من الدار وحبيت تطلقني طلاق انشاء؟ قوليش قالت لك اموري. عانيت الكثير منها. كيفاش؟ ياسر ياسر عانيت عانيت عانيت. اي شنو اش عانيت؟ عانيت نقول لها ما تمشيش لك البلاصه تقول لي نمشي. يظهر فيك مسايب اللعب شوي. مش مسايب اللعب. اسمع اجي لي. نعم سي علي. انت ما مستسهل تو مرتك. استنى تو مرتك تخرج 21 يوم وتطلقك طلاق انشاء وتزلك دبشك ومن بعد تجيك هي وراجل يرجع حالك راجل غريب يقول لك هاي مرتك. لا تقول له انت جا بحذايا. على خاطركش. استنى عاد تقول له انت جا بحذايا يقول لك لا انا عندي مرتي وصغاري. اوكي. ومن بعد تقول لي رجع حالي السيد هذا. كل شيء باش يتكشف وتطرى على عينك. لا انا هذه ساعه. انت ما سالتهاش استفسرت. قلت لها وين مشيت؟ قالت لي بحذا صاحبتي. اني هذه ساعه صاحبتها شكون هي هذه؟ اي توا هذا بالك هذا راجل امراه صاحبتها وما فما حد شيء. اي هات خلينا نشوفوه. شو ما حبتش قالت لك ما حب من كلمت صاحبتها مره في التليفون. ما عدت لي حتى حد يتعدي لي هو يا تكلمني مرتي. يا هو يا هو يا مرتي. قلت له هات عدي لي مرتك. قال لي لي انا مرتي ما ندخلهاش في امور كيمك. مخبي علي حاجه جيلاني؟ والله لم نخبي عليك حتى شيء. لا بالحق بالحق والله العظيم وراني مصارحك في كل شيء. ماكش مخبي علي حتى شيء. حتى شيء. وهذه لحظه المره الثانيه علاش خرجت؟ سبب العركه الثانيه لي مره اخرى. سبب العركه الثانيه مشيت للحجام. مشيت على اساس باش تحجم.
قالت لي جيلاني جيب لي 30 دينار وما عنديش فلوس. هزيت لها 30 دينار وروحت في الثنية. باهي. من الفازة هذيك ولات مشاكل أخرى. قلت لها أنا هو ماش نخدم على روحي. خطرتش في المرة الثالثة قلت لها ما تمشيش. ونبعت وقلت لها راك تمشي. مشيت ولا ما مشيتش؟ قلت لها تمشي راك تحمل مسؤوليتك. مشيت؟ مشيت. إيش عملت أنا؟ لهذي ساعة. التو. التو. قداش لها الحكاية هذه؟ عندها تو بريسك من نهار 15. من نهار 15، أنت علاش جيتني اليوم؟ جيت اليوم على أساس باش نحب نرجع مرتي لدارها. بعد هذا الكل اللي صار؟ بعد هذا الكل على خاطرش أنا على أساس نحبها. وما نكرهاش. لا أنا اللي مهبلني تعرف شنو؟ أنه ما عندكش سلطة عليها. ما عنديش. ولا وزيد السيد هذا يسب فيا ويعاير فيا وما خلى ما بقى فيا، قال لي طلقت وأنا ناخذها. نحب نشوف أنا الحكاية وين بالضبط، علاش خلاتني هيك لهذه ساعة؟ أنت تحكي بجدك أنت ولد فتى. صدقني نحكي بجدي. شوف يا تكون طيب. الحمد لله. لا استنى عاد. هذه الفرضية الأولى. يا تكون جيلاني أنت طيب برشا وعلى نياتك وكما قلت لي من الأول معناتها هذاك المقرص هذاك المعجون هذاك اللي فهم. وإلا تكون سامحني في كلمة راني ما نحبش نقولها ماهيش الكلمة الخايبة راه لا ما يتبدرش إلى ذهن بعض الناس. وإلا تكون جيلاني قلت لك قبيليك مسيب أنت مخلي الأمور هكا. نو عطيها في فير فيديها. في ودي كيفاش تعطيها؟ مش لكن في حدود في فير في حدود علاه. في فير تمشي تو سامحني انا علاش عركنا الكل؟ انا مشيت تمشي شنو تحبني نعمل لها وعملت بيها تلق مره اخرى بالثانيه يا اخي ما باش راجل ما عندك السلطه على مرتك ما هو تمشي تخرج معاها وتوصلها انت وكذا كان مشيت تخلط عليها ما حبتش ما حبتش ما خافش تخاف منها ما نخافش منها ما تخلينيش باش نمشي معاها تخاف منها ولا ما تخافش منها؟ علاه نقول لك لا لا قول لي استنى تخاف منها انت؟ لا الخوف كان من ربي. ما انا خايف لا تخسرها بالطبيعه تحبها هكا للدرجة هذه؟ للدرجة هذه، علاش؟ لا كنت باش تقول شنو لت؟ لا للدرجة هذه، يعني للتوب نحبها. اه تحبها برشا. اي نحبها. حتى بعد اللي عملته سمحني خذيت بنت الناس اخي باش نهملها وخايم بالوجب راسي على نخدم في الدينا صباح ونخدم في صالون دوتي العشية راه. نخدم في خدمتين راه. يا ما هي عملت فيك شنو تحب نعمل انا على اساس هاني جيت لهنا على اساس باش نحب نشوفها. شنو الحكاية بالضبط؟ اش طالب مني انت اليوم؟ انا طالب منك سي علاء نحب نرجع مرتي لك. على كل ان شاء الله الليلة نوفق سجلاني في انه اسمها مرتك حميده حميده تكون موجوده الليله بحذانا في برنامج عندي ما نقول لك. سجلاني جاء البرنامج عندي ما نقول لك. والله حكايه غريبه شويه بصراحه. انا توا مصدق جيلاني في اللي حكاه الكل. يقول لي مرتي حاولت تطلق وانشاء تخرج بدون اذنه يوصلها راجل للدار ويقول له اه شد عليا مرتك. والراجل توا ماهوش فاهم علاش هذايا الكل صاير. الليله سجلاني جاي البرنامج عندي ما نقولك يحب يستدعى مرته. اولا باش يعرفها فين خاطر من نهار 15 شهر اللي فاتت ما يعرفهاش فين باش يحب يرجعها بعد هذايا الكل اللي صار لحظات الحاسمه في الاستوديو الفرعي. الثانيه له مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير بحذايا مدام حميده. مرحبا. مرحبا بك. عايشك. منين جيتنا انت؟ وليد. قداش عمرك؟ 24. معرسة ولا؟ معرسة. ثم شكون عنده ما يقول لك في البلاتو الرئيسي تعب تشوفه معايا تفضل. أيوة. كنت تتوقع نهار أنك تكون ضيفة في برنامج عندي ما نقول لك ولا لا؟ عندك شك ينجم يكون شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك؟ عندك بعض الشكوك. هات ما نسبقوش الأحداث نقدم لك بعض المؤشرات بلكش يعاونوك ويقربوا لك إلى المؤشر رقم واحد. طب يلا حميدة مش يقولوا ابكي يا قلبي على اللي مات وما تبكيش على فارقك في حياته؟ ابكي يا قلب. ابكي يا قلب على اللي مات وما تبكيش على اللي فارقك في حياته. واحد يبكي على اللي يموت له مش على اللي فارقه في حياته. بعد لي ذي. بعدك. نمشي للمؤشر رقم اثنين. طب يلا حميدة المحبة المضروبة تخلف العقوبة. المحبة المضروبة
المزروبة، المضروبة ولا المزروبة مو كيف كيف، هي مزروبة معناتها مضروبة، تخلف العقوبة. قرب لي شوي. قرب لك شوي. شكون اللي نجم يكون استدعاك الليلة وهو خلف وإلا هي خلف هذا الستار الليلة في برنامج عندي من قبل؟ عندي شك. عندك شك؟ شوف معايا، شكك في محله. نعم أم لا؟ شكك في محله. شكك في محله شكون؟ راجلي. علاش مهمهت الساعة؟ قلت لك شكون، خذيت 5 ثواني تقريبا باش قلت لي راجلي. خاطر بون مكتوب وفاء. إيه هو راجلك ولا مش راجلك؟ فهمت؟ حاليا مازال راجلي. حاليا. نحكي لك الحكاية كيما حكاها لي سي جيلاني وقل لي شنو الصحيح شنو الغلط. تعرفتوا مع بعضكم في على بعضكم في صالون دو تي. بعث لك نمره عن طريق واحدة يعرفها، أعجبته أعجبك، حبك حبيته، أعجبتوا بعضكم، اخترتوا بعضكم. قالك راني زوالي وراني إنسان نخدم على روحي وإنسان رايد في مخي وأنا ما عنديش لهكة لهكة. قبل العرس تقريبا بسبعة شهور وانتم ما زلتم ملكين، يكتشف يطلبك في الليل انك ديما تقعد تحكي في التليفونات تقريبا معناتها من 10 بعد العشرة متاع الليل وانت تحكي في التليفونات. المهم تأكد من بعد اللي انت على علاقة براجل واحد اخر، هذا اللي قاله لي هو، واتصل هو بالراجل الاخر وقال له راهو هكا وهكا واكد له المعلومة. رغم هذاك حاول باش طلب منك باش تبعد على الحكايه هذه، على كل ما تفهمتوش ظهر لي وتفارقتوا وبطلت الخطبه. قعدتوا بعد عام ولا عام ونص، انت كلمته قلت له راني ما عادش مع الراجل هذاك وتوا راني نجم نكون على ذمتك، عرستوا قعدتوا متهنين قرابه 7 شهور 8 شهور مع بعضكم. في الاخر قال لي المراه جابها لي راجل للدار وقال لي هاي شد عليا مرتك اخويا، هاي مرتك تروح. وعندك من نهار 15 من الشهر اللي فات وما يعرفش عليك الراجل فين، ابار انك انت هزيت له معناتها دبش ودرا شنو. والراجل هذا يبدو لي هو راجل صاحبتك، ماهوش فاهم، هو ملخبط في مخه ملخبط. قال لك شكون هو الراجل هذا وشنو هي علاقتك بالمراه هذيا وشنو هي بالضبط؟ قال انا مانيش فاهم حتى شيء. وعلاش هزيت روحك وخرجت من الدار؟ هذا اللي قاله لي تقريبا معناتها ملخص. اش رايك لله؟ ما عندي ما نقول. ما عندك ما تقول. الكلام اللي قالوا صحيح ما فما صحيح وفما الغلط. شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط؟ بوني الرجل هذا مش باش نحكي على التفاصيل خاطر ما عادش تعنيني التفاصيل، باش نستحفظ بها روحي اني. مكتوب وفاك هاو. هو يحب يفهم تو المشكلة. شنو شنو مش يفهم؟ سامحني حميدة. إنسان يحكي في حميدة. حميد. المشكلة أنه هو مش فاهم. شنو يحب يفهم هو؟ هو يحب يفهم علاش؟ هو يحبك. هو جابني لهنا باش يفهم علاش. لحظة بركة، احنا علاش نسبقوا في الأحداث؟ أنت ما تحبش تحكي، خلينا نسمعوه هو، علاش استدعاك وعلاش جاب؟ لا لا خليه خورا. واش عندك ما يقول؟ واش عنده ما يقول لك؟ تفضل جيلاني، قلت لي جيب لي مرتي، هاي سيدي، هذه هي مرتك، تفضل. عالسلامة حميدة. عالسلامة. شنو أحوالك؟ الحمد لله. لاباس أمورك؟ الحمد لله. أنا جيت لنا عندي ما نقول لك يا حميدة قدام 10 ملايين تونس. أنا راني نحبك وما نكرهكش. ولهذه ساعة. وظل انت تعرف جيلين شنو معك بالضبط. صحيح صارت سوء تفاهم قبل. انا حبيت نعلم شنو شكون والسيد هذا اللي تمشي انت بحذاه. لهذه ساعة انا ما نعرفش عليك انت وين بالضبط. نحب نفهم ونحب نشوف. انا ما نعرفش، انا اول حاجة مريض، مرضت في جرتك. انا لهذه ساعة تعب. بسم الله عليك. بالحق سي فري صوتي هكا قبل مش هكا صوتي. لهذه ساعة أنا لما نرقد في الليلة نرقد ساعتين. علاش؟ إي أعطيني سؤال محدد، ما فهمتش أنا توا علاش. شنو سؤال محدد؟ أعطيني سؤال محدد. علاش أنت من الأول خرجت هزيت دبشك؟ يا حميد اسمعني، علاش من الأول هزيت دبشك وخرجت؟ وبعد رجعت لي، جابني السيد هذا يدعي لي كونه هو اللي رجعك، صح ولا لا؟ باهي نجاوبك عليه. باهي. هزيت دبشي على خاطر أني وياك ما عادش نتفاهموا، وأنت تعرف علاش؟
وحديث فارغ ما نجمش نحكيه قدام 10,000 تونسي. لا لا ما يسالش احكيه عليه. لا لا حديث فارغ. لا تحكي احكي. مش نجاوبك على على معناها حد سؤالك انت. هزت دبشي سي خاطر ما عادش فيها. فهمت؟ وطلبت الطلاق. اي. وكاو كيما نقعدوا متمرمدين كيما نقعدوا يوليو عنا صغار ويقعدوا متمرمدين معانا. لا 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 انت مرمت روحك بروحك على السيد هذا اللي يرد لك دارك. السيد هذا اللي هو اسمه فضلك من فضلك. شنو من فضلك؟ ما تجبدش لعبيت. لا هو ما تجبدش لعبيت. لا حميده ما نحبكش تغلط. اسمعني عايشك جيلاني ما تجبدش لعبيت. ما هوش لا ما تجبدش لعبيت خطرش وصاك. ما جبدكش هو ما جبدكش. ما تجبدوش ما تحكيش عليهم تحكيش على بدك. هيك عندي مشكله اني وياك نحلوها. هي. عندك سؤال اخر؟ ايه وخذي 10 ملايين تونسي. نحب نفهم انت تو مع السيده هذا شكون انت جايبني هوني باش تعرف شكون السيده ذاك. لا مش على اساس هذا انا جايبك على هنا باش نرجعك لدارك. واني مانيش راجعه. علاش؟ حق من حقوقي. هي فما اسباب حميده معي ما عادش نجم نعيش معاك. انت تعرف اسبابك وما غير ما نحكي قدام العبيد. فهمت؟ خاطر لو كان اني مش نحكي توا يهم يوم يحكموا واحد. لا ما تسالش اسك اني الانسانه هذيا عايشه في عايشه معاك. اسك اني متهنيه ولا فهمت؟ متهنيه في الحفظ ولا قدري ولا مستحفظه عليا ولا فهمت؟ معناها خليني ساكته اخي خلي طبق مستور وكهو. سامحني فما جيران يشهدوا فما ناس تشهد فما عروسه. يعني عندي واحد برك يشهد هو الله سبحانك. بالطبيعه خلي هذاك ربي سبحانه. بالنسبه للعباد كل انسان يشهد على روحه. انا يا حميده انا ما ظلمتكش وانا ربي يشهد عليا واليوم جاي قدام 10 ملايين تونس. حاجه اسمعني اسمعني نقول لك حاجه. كل انسان مسكر بابه على روحه. باهي فما حيوط مسطر على ما عليها. معناها لا واحد يغطي على واحد. يا حميده اني عايشه معاك واني نعرف حياتي شنو هي معاك. واني ضحيت معاك. وانت ما كنتش في المستوى. وانا ضحيت معاك شويه. واني ما نحبش نقول لك حتى كلمه اخرى. ما عدا مكتوبنا ولد الناس وفاء. اي ضحيت معاك شويه انا. اسمعني عايشك انت ضحيت واني ضحيت ولا واحد كمطوى مش يحاسب واحد. لا ما تسالش انا جاي لنا باش نشوف الحقيقه. ولا اني عامله مزيه. اني بالنسبه اخر كلمه مكتوبنا وفاء. وربي يجيب لك ما خير مني. نعرف مكتوبنا وفاء فما سبب. فما سبب حميدة. حميدة فمس باب حميدة. حميدة لحظة يا جلال تو شوف صحيح البيوت أسرار وصحيح فما تنجم تتحفظ على حاجات ما تحبش تحكيهم لكن هو مش فاهم. تعرفش علاش ما تحبش نحكيهم؟ خاطر يضحكوا. شنو ما قل؟ يضحكوا. شنو ما خاطر مش إنسان متاع إنسان بعقله. كيفاش إنسان راجل كامل في داره. نحكي لك فازة نحكي له فاست القلوب. خلي يضحكوا خلي يضحكوا الجماعة شوي. تسالش احكي تو انت جيت لهنا باش نحكي وراه. باهي علي نحكي لك شو المشكلة. احنا منهم مرة خذيت قلوب تركيا قلوب الابيض هذاك قلوب الابيض حطيت القرطاس على الطاولة ودخلت للكوجينة نطيب جاني قال لي شنو هذاك قلت له قلوب هو بوم يعرفوش سبحان الله ماش مساس يشري ما يعرفوش يعني واحدة من الناس أول مرة نشريه فهمت جاني قال لي شنو هذاك قلت له هذاك قلوب قال لي شنو الفرق ما بين القلوب الأكحل والقلوب هذايا قلت له كان أنت تحب تاكل ما حبيتش أنت حر فيش حاجة اي شبيك كبسه انت ما قولوا ذوق اي قلت له لي اني مديت له مديت له قلت له كول اني مديته له باهي نورمالمون معناها كي نشري حاجه عادي ما مراه تصور انت مشي للسوبريت يقضي جي دخل قال لي حميده قلت له نعم تصور اني عامله جو في داري نطيب في فطوري كالم مريقله قال لي اني هابط اللوطه مشيت للسوبريت نقضي قال لي نلقى واحد راكب على كرهبه وحل الشباك نتاع كرهبته وينقش في القلوب نفس القلوب اللي عندك انت ويخزر لي قال لي اني بالعمل خذيت سيري الكرهبه هيك خذيت سيري الكرهبه ايش دخلها في القلوب قل لي اني شنو نعمل وقتها هيك قعدت نخزر له قلت له وين خلنا نهبط اللوطه نشوفه واني حاله شباك بيت الساله وهو ما يوريش معناه اللوطه فهمت قلت له بربي خلنا نهبط نشوف شكون قال لي معناه تبحت الغزره نتاعو تبدلت قال لي كي انت ما عندك شيء هيك يعمل انت ما عندك شيء لوين تهبط مش تهبط تشوفه عليه اسك انت لوجيك تحكي مع مرتك هكا؟ يا جيلان نعم سي علاء انت شنو هي؟ فازا تضحك هذيا لا سي علاء الواقع نتاع سي علاء مش هكاك سي علاء كيفاش؟ هي بالنسبة لحفاظة القلوب صحيح انا القلوب البيضاء راني ما نعرفهاش سي علاء باهي مش عيب مش عيب انا ما نعرفهاش ومانيش مانيش دقيق لا مش مشكلة تنجم تكون تعرف القلوب الكحلة والقلوب البيضاء لا سي علاء ما هو لوجيك تحب الواقع انا القلوب البيضاء ما عرفتهاش سي علاء مش مشكلة مش معناتها كي تلقى راجل اخر ياكل في قلوب بيضاء معناتها على علاقة هو لا سي علاء الفازة هذيا ماهيش كيكة راهي كاملة الفازة هذيا انا مروح هي ديجا بعثتني وقتها للحانوتة ديجا
باهي مروح انا فما كهرباء صحيح مراكي بجنب البطيمه نتاعنا. ما انت ليك القلوب البيضاء كل. لا لا يا سي علاء. يا ابو حميده. لا 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 سي علاء مش هذا الحكي. لا شنو هو؟ لا انا شنو الراجل قاعد يخزر لي ويثبت يخزر لي ويثبت يخزر لي ويثبت. سبحان الله. ما خاطرك انت تخزر لي القلوب. اي انا كي حكيتها لمرتي راني حكيتها لها. ما نعرفهاش البيضاء. سي علاء. تخزر للراجل يكذب القلوب. سي علاء. في القلوب. سي علاء. وسي جيلاني يعمل له هكا. لا لا سي علاء. ما باش يخزر لك. سي علاء. انا راني حكيتها حسنيه راني. مانيش نقصد بها حتى شيء. لا 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 حاشا وكلا بهيش. لا والله العظيم صدقني كي نحكي لك. ريتو يخزر لك به. لا من هذيك وقت جيت عاودتها لها قلت لها يا حميد راه فما واحد. قاعد يخزر. عطيتك فازة تضحك راني. يا حميد. ما عطيتكش الكبير. حكاية تافهة. هكا ولا يا جلاد. نعم سي علاء. تافهة الحكاية. تافهة تافهة. تعرفش هذه متى نسرت الحكاية التافهة. بعد ما هز الدبش ورجعت. بعد ما وعد قدام أهله وماليه. سامحني. علاش تمشي تخرج من دارك وما تقولوش. ما نحكي لك اي اني مفازم بون مش اوكي نحكيها. نهار تفين شكري بالعيد هكا هكا كلمته في التليفون جاب هو دجاجه قال لي حميده طيب العشاء قلت له اوكي. كلمته في التليفون قلت له مش واحده صاحبتي مش نقعد شويه ونجي عندي قضيه بون مش نقضيها. صاحبتك وين؟ بحذاي. بحذاي في الحومه مش بعيده مش ناخذ تاكسي ونمشي. تو نجي قال لي اوكي. تصور انت نخرج انا من الدار اول حاجه تليفون ما يسكتش. باهي معناها مش نتلاها اني في التاكسي ولا نتلاها في الشارع ولا نتلاها بالتليفون. اي من حقي نسال عليك. نوصل اني تعرف كيفاش وصلت لا ما زلت انت وين في التاكسي. باهي نعلق منه هو يصاني منه ما وصلتش معناها قلت عليا اني عندي ما نعرفش طياره. اي من حقي خايف عليك. وصلت بحدا صاحبتي قعدت بحداها شويه عاود يطلب قال لي انت وين؟ قلت له اني في دار صاحبتي، قال لي لتوا مازال حتى الخمسه مازال تاع العشاء، تصور انت هذاك يروح ل 11 نتاع الليل، معناها اني كنت طيبه عشاء حتى العشره ساعه، معناها يحضر، فهمت؟ قال لي مازلت، قلت له مازلت، ولا يسب فيا، يسمع في الكلام في التليفون، اش قال لي؟ هذيا كي نقول لك العاشر مره ونحكي معاه، قلت له اني مازلت تسبني ولا مازلت طيح لي قدري؟ راني ما عادش ما نقولوش مش نعمل لك نقول ما عادش نقعد لك مش صحيح. باهي وخذينا بعضنا عليه يحكي لك ما خذاني هذاك الا ما وصل يبكي الا ما وصل لراك على ساقيه وسلمت اني في الدنيا ما فيها واخترتوه هو. اي نحب زوالي ولد عندي فيه اي قلت زوالي واللي يحبني خير اني معناها خير من اني نحبه كذا وش عندي فيه وهذيك ما عرفتي شنو هزت اوكي نمشي معاك. اما تصور انت قاعد يسب فيها ويسمع فيها في الكلام ما نكذبش عليك قررت باش نهز دبشي. لا وقررت اغلي وقل له زاده قدمت قضيه في الطلاق ديريكت. لا وبعديك خويته ومعناها وناسي وناسه هو وصدقني على خاطر اخته بالحق عنده اخته عسل للدنيا بالحق اني بالحق نقولها قدام الناس الكل. اي تو هذوما اسمعني على خاطر الناس الكل رجعت اي خل نكمل لك سامحني. الخلافات هذوما كل عاديه بصراحه ماهيش مشكله. تي مش مقصر الراجل ما صدقني سي علاء نخدم له نهار سي علاء شهاده طبيه في المركز. لا 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 لحظه لحظه يا جيلاني. لا ضربني يا جيلاني. نعم نعم سي علاء. كيفاش؟ نعم عطيتها طريحه. ضربني وفك لي فلوسي وفك لي بورتابلويا وفك لي لينيتي. لا والله ما مسيتها سي علاء. ضربتها ولا؟ والله ما مسيتها. دزيتها تعرف وقتاش دزيتها؟ ايوا وقت اللي شدت لا سي علاء باش نقول لك وقت شدت السكين لا سي علاء شدت السكين وقالت لي باش نقتل روحي وهالراجل باش نجاوبوا اني عندي شهاده طبيه في المركز تثبت اني مشيت وجهي مندوب للمركز ضربني مرتين. عاد انت ندبت وجهك يا مدام مش هو ضربك. لا 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 سي علاء خبشني هو اني عمري ما ندب وجهي في حياتي. سي علاء بربي قول شكون شكون السيد اللي تمشي بعليه؟ يحب يعرف شكون نحب نعرف هذا شكون؟ شكون السيد؟ اي سيد ولا سيدة؟ كي هو سمحني كي هو السيد لا تحب ترجعني انت. شنو تحب ترجع؟ اني نحب نعرف مرتي وين تمشي. اي هو كي هو فين؟ انت هذه ساعة ما نعرفكش وين يا حميدة. استنى استنى انت أول حاجة معناها بقدرك بقيمتك تطيح روحك وتقول اني هي خبشت وجه علي جاهلة عندك مش نقوم نندب وجهي في مازلنا احنا في عصر ما نعرفش اني عاد انت شوف انت القضية اللي عملتها لي في المركز شنو؟ وي معناها يلزمك تكذب تقول اني ما ضربتش مرتي. ما ضربتكش والله ما مسيتك. علي السيد هذاك ضربني مرتي اني عرست ثلاثة شهور ناكلت ريحة في الدار. علاش؟ اسالوا علاش؟ علاش؟ وني دوري على وجهي سامحني. كيكا وجهك هذاك كي خذيته لا يخلص سكري لا يصرف عليا. باهي؟ نصرفش عليا. نصرف اني وعندي شهود وعندي بينه واسال حتى مولى الدار. باهي. انا يضر لي ضرب الشك. واني نقول لك حاجه نعطيها لك من الاخر. مريض نفساني هذاك. بالله.
اني كان نحكي بالكبير. اني مريض نفساني. تو الناس الكل كانت بالحق ما نجمش نحكي، خليها في القلب. كان جيت مريض نفساني ما نجيش للبرنامج عندي ما نقولك. هذاك كل ليله في بيتي مشعل لي الضو وكل مراه ينقر عليا، حتى كي نرقد قبل ما يجي هو يقول لي نومك مش بلاش. كي نتعشى اي يقول لي انت علاش انت راقده ما استنيتنيش ل 11؟ يلزمني نقعد اني على الفوتي نستناه لين يجي هو 11 نتاع الليل. نتعشى اني قبله السيد هذاك يولي ينقر عليا كل مراه في الدار. حميده علاش تتعشى قبل ما نجي اني؟ حميدة فما ربي يتقي مولاي. مرت يحبك يا بنتي. مش نقعد ل 11 نتاع الليل نستنى فيه هنايا. لا ترقد على روحك وش تقول. نقعد جيعانه ما ناكلش لين يجي هو ناكل معاه. ما هو يخدم. مش نعطيك حاجة أخرى. ما حميدة تعال شكون يخدم. مش نعطيك حاجة أخرى. يجي يقاني لابسة مثلا حتى تجيني بودي خرجت اليوم ما خرجتش. خرجت ما خرجتش شنو يعمل؟ المسافة من الكوجينة لبيت النوم يناقش شنو يقول؟ إن شاء الله لا في قلبي ما يطلعش صحيح. كيفاش السيد هذايا؟ سي علاء جيلاني مش كيك على الأخر. سي علاء سي علاء تفهم في المشكلة. سي علاء يا جيلاني. نعم. استناني ساعة. باه. أنت تشك فيها مرتك؟ لا. نحب نعرف شكون السيد هذا شكون هو؟ اه ساروس شاد لا في هذاك الراجل مش ناخذه العروس الجديد بربي. انا قلت قدام 10000 تونسي. ما تقولش هالكلام. ليه بالحق؟ اني قلت قدام 10000 تونسي. في عاد وقت يولي شكوا في محل. اموره هذيك. هاكا ظهرت الحقيقه. تو ظهرت الحقيقه. الحمد لله يا ربي قدام 10 ملايين تونسي. تو ظهرت الحقيقه بالحق. يظهر لي كلامي واضح سي علاء. كلامك تحكي بجدك يا حميده؟ اوكي قالتها بالفم المليح. مش معرس وعنده مراه الرجل هذا؟ هو عاد ردوا سيد. ايه انا نحب نعرف منك انت. اخي انا كي نمشي بحدا السيد. نوروا يا بنتي قول له. مش نوروا نورتوا شويه ذاك في حياتي يعني ما كنتش شكون شكون مشي. يا حميده يهديك اعطيني وانت تمشي معاك. جيت وحمرا رجعني كل الحاجه صفراء. سي علاء. لا لا خويا. سي علاء. انا من حقي باش نسال على مرتي وين ولا؟ هياك رديتها اخي تو سامحني. شبيها هي وديما وين تخرج تقول لي ما يهمكش فيا. اخذ اني نقول لك هيك. هاي وكي نقول لك ما يهمكش فيا. ياك تمشي وتبات وما نكلمكش. مشيت ليله عندي مليك. ليله سي علاء. ليل وقلت له شاورته اني خرجت منها اني وماما ومضروبه مشيت ووجهي مندوب ومخبشه مشيت اني خرجت منها يكلمني رئيس المركز. نتاع المدينه اش قال لي؟ قال لي مدام حامد. قلت له مدام حامد تصور انت تاكسي ستكيري وجهي داخ. قلت له نعم تفضل. قال لي اني رئيس مركز. تفضل. قال لي راهو جاي راجلي قدم بك بلاغ خرجت من غير استشارته. اي من غير واني استشاره. خرجت اني وماما مدى من غير استشاره. لا سي علاء. وخرجت الصباح. لا يا سي علاء خرجت هذيك قلت لها ما تمشيش. خلاتني ما مشيت انا نخدم ماضي ثلاثه راجل. وهزت روحي مشيت. سي علاء قلت شنو عامله؟ عروسة اربع شهور مقدم بيه قضية زنا. سي علاء. اي سي علاء في مركز المدينه برا شوف اللحظه. سي علاء جنان. نعم سي علاء. اربع شهور عرس. نعم سي علاء. بعد اربع شهور عرس قدمت قضيه في الزنا ضد مرتك؟ لا زنا لا قدمت ماشي. قضيه اللي كونها هي هزت لي دبشي سي علاء. نمشيو سي علاء نمشيو نشوفوا القضيه. لا سامحني سامح. موجود المركز ولا؟ موجود. القضايا موجوده ولا؟ موجودين. نمشي اني ساقي ساقك على وشوف كان اني نكذب قولوا لي في الموعد في الصحه. اش طالب يا جنان؟ انا طالب الرجع مرتك. احكي معاه خويا كلمها وترجع في الحفظ والامان وما عادش نقول لك حتى اي كلمه ونمشي بحدا السيد في شكون السيد؟ مش قلت لك السيد هو اللي هو يهدد فيا. سي علاء يهدد فيا بالتليفون. هو عندي نمرو سي علاء. مش صحيح. مش صحيح. مش صحيح اللي يحكي فيه. مش صحيحه. هاو نجيب لك تليفونه سي علاء. ولد عائله هذاك. سي علاء. لا عمره سامحني سامحني العيله اللي تحكي عليها هي. عائله مثقفه وما تجبدش عليهم وعائله باهيه ومن فضلك تجي هوني تحترم روحك أيوة. وتحكي على حالة قصتك انت ومرتك هكا. تدافع عليك. ما تحكيش على عباد من فضلك. سي علاء. عندي تو عندي بالبار بروف عندي النميرو نتاعو البارح برك يكلم فيا ويهدد فيا. يهدد فيك ايش يقول؟ يهدد فيا وكل شيء مسجل. ايش يقول؟ سمعني ما نكره وسمعني ام سب لي امه عليا وما خلى ما بقى فيا سي علاء. علاش؟ والله اعلم به. قال لي هو اسالها قول لها شنو هي علاش؟ نعرفش. لا نسالني بي. اني من نعرف السيد هذايا. قال لي كيما رجعت لك مرتك من الاول سي علاء كيما رجع حالك توا. فهو في منطق سي علاء. مرتك سامحني خلي السيده كوتي انت شد في السيده. شوف السيد. انت مرتك اخي قل لي استحفظت عليها مرتك. اش بيك مرتي هاك في الحفظ ولا ما؟ انا بتبيع هاك لاباس عليك. بالحق. حليت لك صالون دو كوفير. سلفت لك 3 ملايين و800. خدمت عملت عليك خدمت في الدينا في النهار. خدمت في الليل في القهوه ما خليتك ناقصه حتى في عاد شيء. شنو هي حكايه؟ اني نحب نعرف شنو هي حكايه؟ ضربه اثنين تمشي ما وريني تبات بالليلتين وبثلاثة سي علاء من نهار اللي خرجت. ايوه انت كي كي مرتك هكا ترجعها. نرجعها على خاطر اني نحبك سبحان الله.
اني نحبك ما عنديش. برافو. اني نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كان ظلمتك والمراه اسمعني جريني كلمتين قدام العالم الكل. المراه راجلها يستحفظ عليها ويقدرها ويحترمها ما تحل عينها حتى على راجل. لا نحل. اما السيفي الراجل ما عرفش يستحفظ على مرته راهي تشق الخلق. لا. اماني الحمد لله ما شقتش الخلق. اني حاجتي باش نطلق وبعديك نشوف حياتي. فهمت؟ باش تطلق وتشوف حياتك. وبيناتنا ربي كان اني ظلمتك ان شاء الله يتيح فيها ربي. الحمد لله. وكان انت زاده وسيسيغ ظلمتني اما ربي. حسبي الله ونعم الوكيل كان انا ظلمتك. جنين. نعم سي علاء. تحبها المراه هذه؟ نحبها والشعره فيها بمليار انا عندي انا. ما نسلمش فيها لين نموت. وقلت لها معك الباهي بس مادامك عامله معك الباهي سي علاء ويحبك والشعره فيك بمليار وما يسلمش فيك سي علاء انت علاش باش تسلم فيه؟ قلت لها 35 سنه امه. استنى عاد لحظه لحظه. ها؟ ما عادش حاجتي دي هذاك عملت جينا اللي قالت لك ما عادش حاجتك ما عادش حاجتها بيك. كاو تصبح على خير. شنو عندي ما نعملهاش؟ أنا هاو قدام 10 ملايين. مش كنت تحبها وتموت عليها وشعر فيها بمليار؟ إي أنا نحبها لهذه ساعة أنا سي علاء نحبها لهذه ساعة وما نغيرهاش بكلمة أعوذ بالله هاو قدام 10 ملايين. كلمها احكي معاها. يا حميدة يهديك ويرحم والديك. أرجع لدفيرتك وصلي على النبي. وسيب عليك من الحديث الفارغ هذايح كله حديث هذايا هالعرك والقيل والقال راهو يكبر يكبر المشاكل. انا راني حاجتي بيك اليوم وغدوه. قلتها لك راني فرونشمون قدام 10 ملايين. انا راني نحبك وما نسلمش فيك. قلتها لك كلمه يا حميده راه عمري 35 سنه ما ناديتش امه. انت باش تعوض لي امه وباش تعوض لي الدار وما فيها وتعوض لي اختي وخالاتي وعموماتي صحيح ولا لا؟ علاش تحطمت هيك علاش؟ ما هنيتش على روحك؟ مش مهنيتش يا حميدة. يخاف عليك يا حميدة. أنا خافة على إني عايشة مش كيف باهي سي علاء. خوفا عليك سي علاء. قولها تعطيني فرصتي الأخرى في حياتي. إلا يخاف يخاف على روحه سي علاء. قولها تعطيني فرصة. علاش أنا عاطي الثقة وعاطي الكونفيونس وقلت هي اللي قلت له يعس يعس على روحه واللي يخون يخون روحه. فهمت؟ أما قلت له مش أصحابه مش أني مش نزرق عليك. علاش هو مش عامل كيفي؟ هذاك السيد هذاك اللي ترى فيه ألف مرة قلت شعرين قري فيه في طفل صغير بيبي شنو يقول لي؟ يقول لي أوكي مريقل وحدنا راس راس يعدي لي نهير مريقل من غدو كوكس هيك. يرجعك العادة يشك أنت حشك هيك شك أنت ركبتهولك يقول لك أنت وليش تقول لي ما يهمكش فيا أخي كيفاش تحبنيش نشك أنا يتقيم لك والله حميدة. إلى عمري قلت لي ما يهمكش فيا يا حميدة كي تخرج مشاور حميد ما هو زاد انت خذ بخاطر وجاوب راجلك هذا صدقني قسما بالله والله والله وين نخرج ونقول له هاني ماشية والله في الاخر كي ولا عابدني بالتليفونات تصور نقعد معاه بنات اصحابي مش نحكي معاهم التليفون ما يعفش وكلام زايد ما نجمش نقوله يا رسول الله كلام اخي مش نقوله اني نعاود قدام العباد ما نجمش انت الراجل هذايا خلطوش انا ربي يعلم تلا قل ايه ولا لا انا ربي يعلم أني عارفة روحي ما خنتوش ولهذه اللحظة ما خنتوش وأنا ربي يعلم. بيه إذا كان هذا كله ما صارش خلينا نصلحوا الليلة نجموا نصلحوا. تتحرك يا جلال. نعم سي علاء. تتحرك عاد الآخر مرة. نعم سي علاء. هذاك متن يعرفني متن خونا. انشط انشط انشط. سي علاء أني قلت لك ما نسلمش فيها لين نموت. أي هذا كلام هذا كلام هذا كلام. ترجع لدارها معزة مكرمة. واي حاجه تصير انا قدام 10 ملايين تونسي سي علاء واش نقصر معاها؟ نخدم عليها في الدينا في الصباح ونخدم في الليل في القهوه سي علاء. مانيش مقصر معاها راهو هي شاهده على انت قلت العيشه ماهيش فلوس قدر قبل الفلوس انا مقدرك ونحترمك يا حميده فما ربي راه واللي اللي جيت لنا راني قلت لك باش نحب نرجعك لدارك انا ضعت سيت حطمت ما عادش عندي لا اهل لا مالي العامل بيدي صحه ليك اعطيني فرصتي على الاقل في حياه فرصه اخر الاخرى حميده ايش اقف بحذا يقف اقف يا جيلين جيلين نعم سي علاء الكره عندك الكره عندي طباني مليح نعم المرأة هذه كانك تحبها تنجم تعمل المستحيل الليلة نعمل المستحيل الكل نعملها وتنجم تقول الكلام اللي ما عمرك ما قلته لها قبل استناني عاد نعم الليلة أنت الوحيدة اللي تنجم تقرر مصيرك واضح أنا ما شكيت حتى لحظة أنك تحبها وأنك ما تحبش تتخلى عليها نعم لكن أنت ساهمت زادة ببعض الأخطاء وكنت غلط في حقها في برشا حاجات به كما هي تنجم تكون غلطت في حقك لكن انا سالتها سؤال جوهري نعم. قلت لها الرجل هذا يا خنتوشي قالت لي لا على المبدا هذا مانيش باش نخونه الا ما نطلق زاد انا قدام على كونس. المبدا هذا نعم احترمت انه فيه موقف نعم لكن باقي عندي امل انه نجم نبني وما نجموش نهد نجم خذ عندك ثلاثة دقائق نعم كانك رجل وسيد الرجال نعم
سامحني في الكلمة راه ما نقصدش العكس. نعرفش عليه. تقنعها المرة هذه باش تحل الستار. ماني باش تكلم حتى كلمة. تفضل. أنا نقول لك يا حميدة راني نحبك وما نسلمش فيك. لين نموت. ونقول لك أرجع لدويرتك اليوم قبل الغدوة. وما نخليكش نقص في حد شيء. وانسى الماضي وابن حياتك تو من جديد. وإذا أنا نقصر لك في أي حاجة خليك في أي حاجة مستحقة فيها هنقدم 10 ملايين تونسي. تيعملوا فيه شنو يحبوهم وهم اللي يحكموا. وأنا نقول لك راني نحبك وما نسلمش فيك. بالحق راني نحبك يا حميد. ما عنديش حتى حد في حياتي وما عنديش حتى حد في دينتي. أنا سلمت في أهلي ومالية في زغوان على خاطرك. وأعطيني فرصتي آخر فرصة في حياتي يا حميد. حميد أنا يظهر لي جيلاني صادق. أنا نحكي معك بصراحة. صادق. ما يكذبش. لسبب بسيط. ظهوره اليوم صحيح يظهر في موقف راجل ضعيف قدام المرأة. مش عيب إذا كان يحبها. وما يلزمش المرأة تفهم المساج هذه بالغلطة أنها تستقوى على راجل لأنها هي حسمت فيه ولأنه هو مش قادر باش يقنعها. نزيد نقلب لك الفكرة. بين الرجل والمرأة مش مشكلة حد منهم يضعف أو ربما يطيح أكثر من اللازم. إذا كان يحب علاش لا؟ لا ينقص من رجوليته ولا يطيح لك من كرامتك. نجم تكون أنت غلطت في حقه وينجم هو يكون غلطت في حقك. إذا كانك ما خنتوش فما طريق صغيرة للصلح. اطلاق ما عندوش وين يهرب. تنجم تطلق غدوة، تنجم الشهر الجاي، تنجم اللي بعده اللي بعده. لكن مادام عندك اليوم الفرصة باش الراجل هذايا اللي يبدو أنه طيب ويبدو أنه صادق رغم بعض الأخطاء اللي فيه وقد تكون بعض الأخطاء اللي فيك، يظهر لي أنه كي تعطيه فرصة ما تخسر شيء. واطلاق إذا كانك مقررته راه ينجم يكون اليوم غدوة بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. فكر بحاجات الباهية اللي فيه. كما ما هوش خايب للدرجة هذه. هو مثل يقول لك ولدك على ما تربيه وراجلك على ما تسنسه. وراجلك على ما تسنسه. هي ما دامك انت والمرأة الشاطرة هي اللي تعرف زادة كيفاش تجيب رجالة الثنية تو انت تقول له من قبليك انت دورك باش تستحفظ عليه يوريه انت كيفاش تنجم. أنا استحفظت وخذيته وهو ما استحفظش. نعطيوها فرصة مسكين الراجل. ومسالش تو نسألوا عليكم بعد شهر ونشوفوا. ليه بعد شهر يشد الرجلة؟ بعد شهر يشد الرجلة. ايه. حسيتك حميدة هكا مع جيلاني. ثلاثة سنين راني نعرف أي. جيلاني اني عايشة معه مش حتى حد راه. ثلاثة سنين مش خايف. ثلاثة سنين حتى كل شهر عركة كل شهر عركة كل شهر عركة. حتى الكلام اللي قالوا على حكاية كذا وكذا وكذا إيه ما غش وتنرفيز كذاك هو الجيلاني. هو مثلي هو أول حاجة مثلي سمعتي نورمال إني نعرف روحي شنو جيلاني هذاك هو إيجا بالنسبة لي إني بالحق. سؤالي لك يا حميد يفتح هذا ستار تروح لدار راجلك. لا خمم حميدة ما تسرعش مش تتسرع تنجم تغلط. أنا نحبك تكون راكزة وتركز مليح في قرارك. الراجل هذا مش دوني. الراجل يبدو هذا يبدو إني راني بالحق تعبت معه. راني بالحق حبيتوش الراجل هذا حبيته تو ستوب. فما الحب عنده نهاية. إني عييت إني وصلت إني وصلت نستعمل في الحرب باش نرقد. إني راني تعبت بالك يتصلح. والله ليه والله لا فيش حاجات باهي ما تصلحش في الخطبه ما تصلحش فيش حاجات باهي فيه وفيه هما المريض يداوي يروحوا بعد يرحم ربي. اني بالنسبه لي اني عييت اني ديجا شاده دارنا يا جيلاني. نعم سي علي. اني عييت هيا نعم سي علي. حرك يا جيلاني تحرك سي علي. انا راني شنو جيلاني يا سي علي صدقني نحبها بلاش بها هي راني ما نعيشش قصة من عظم من بلاش بيها واعطيني قولها فرصتي واللي عملته غلط يا سيدي تسامحني ونبني حياتي من جديد معك واي حاجة تستحقها انا قادر نعملها معك. سامحني قولها يا سيدي تسامحني. والله انا نحبكم تخسروا بعضكم. صدقني انا امنيتي نحبها تو تروح معايا لدارها معزة مكرمة امنيتي وما نسلمش فيها. راني نحبها سي علي ما نريدش فيها هيك ما نريدش فيها جملة. حميدة يفتح هذا الستار. نعم أمي شكرا لك حميدة.
ظاهر سي علاء عندها علاقة الله أعلم. لا استنى 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 جيلين. نعم. ريت الرد الفعل هذايا ال شوف يبدو لي فما خلل بينتكم الزوز. هي ماهيش زي انا نعرف العلاقه نتاعها شنو. تمال علاش جايه يا جيلاني؟ لاني عارف كي تعرف وعارف وعارف خطركش جاي لهنا اش قاعد تعمل؟ هي حبت يا جيلاني اش قاعد تعمل؟ اني جاي لهنا باش حاب نرجعها. وانت تعرف معزم وانت تعرف شنو نعرف؟ انا حبيت نعرف السيد سي علاء. سي علاء نحب تفهمني هذه المراه هذه انا مقتنع باش نرجعها. انا حبيت نصيحه غادي باش نرجعها. ننصحك نصيحه هي مهما فهمت شوي لو كان زد طولت معها شوية ممكن كانت ترجع. أما أنا كنت محايد للا في أنه لنجي معاك لنجي معاه. عاود كلمها وبعد ثلاثة أربع أيام هز تليفون وكلم تكورد جيلاني. واضح. تحية كبيرة لجيلاني. يرحم والديك. عايشك بارك الله فيك. عايشك على خير. إلى اللقاء. الجيلاني الليلة الليلة ما تمكنش من أنه زوجته حميدة تفتح عليه الستار. يبدو لي أنه الأزمة الإشكالية وإلا الأزمة بيناتهم هي أزمة ثقة وأزمة تفكير وأزمة شخصيتين متناقضتين. الجيلاني إنسان ولد بابا الله عاقل مسيكن مش كيك. المرأة تبدو عندها حد أدنى من المواقف وعندها توجه معين. هذاك علاش الليلة زوز شخصيات ما يتقابلوش اطلاقا. اذا كان فما امل في الايام القليلة القادمة تو نعطيكم جديد بين جيلاني وحميدة. مشاهدة طيبة للجميع. بعد الفاصل باش نكملوا حكاية حنان وعادل ونشوفوا شنو اللي باش يصير مع ولدهم فيما يخص صحته والعملية اللي باش يقوم بها. أما توا باش نتبع حكاية سي علي اللي كانت مرته ديما تضرب فيه الشيء اللي خلاه